السلام عليكم. وساعات قليلة وتفتح المدارس أبوابها وصناديقها أمام الناخبين، معلنة بدء الاقتراع العام في انتخابات مجالس المحافظات 2023. الصراع يبدو لا أشد، وخصوصا في المناطق الغربية وأكثرها ومركزها الأنبار، مثل ما كانت الحملة الانتخابية حامية جدا، بدت الاتهامات حامية أيضا قبل عملية التصويت، وهذا ينعكس أيضا بطريقة أقل في مناطق أخرى من جنوب ووسط العراق مع صراع على النفوذ الكردي والتزاحم العربي في كركوك. أما الأنبار فقد نقلت وسائل الإعلام عن مراقبين تسجيل عمليات تلاعب وإقصاء للخصوم وشراء للبطاقات وغيرها. هذه الأنباء غير مؤكدة وغير مثبتة لحد الآن. وفي ديالة حذر النواب من عمليات تزوير في المحافظة بسبب حالة التخبط التي رافقت عملية التصويت الخاص والخشية من تكرارها في التصويت العام بحسب النواب. لا أدري إذا كانت هذه الأصوات المشككة تظهر لأسباب سياسية تسبق الانتخابات من أجل تبرير الفشل، أو جزء من الصراع السياسي القائم بين مجموعة من الخصوم السياسيين المتصارعين على مناصب المحافظين، أم إنها تستند إلى مؤشرات حقيقية في الواقع؟ جديد، ورحب بكم في حديث اليوم، وارحب بضيوفي الاستاذ وائل شكر الباحث في الشان السياسي، والاستاذ وائل الركابي الباحث في الشان السياسي ايضا، والاستاذ ازهر الجميلي السياسي المستقل من ستوكهولم. حياكم الله ضيوف الكرام، اهلا وسهلا بكم. خلينا اروح للاستاذ ازهر الجميلي. حياك الله استاذ ازهر. اهلا وسهلا استاذ، انا باوسلو مو بستوكهولم. احنا بعد هذا بعد ما نعوفها ماكو مشكله. على كل اهلا وسهلا بك استاذ، قريبه بالقطار. عموما هسه انت باوسلو وانا يوميا اقرا لك سيارات جايه ونازله مراكز الانتخابات، وراح تجيب صناديق وتبدل صناديق، والمخلوع راح يزور، والما اعرف شنو هاي المعلومات حقيقيه بعد ما بدت الانتخابات؟ شنو القصه؟ بحيث انا اشوف يوميا تغريداتك اقول الوضع بالانبار منهار، الانتخابات ما راح تصير بهالطريقه، راح تصير عمليه تزوير وفرهود. نعم طبعا، اهلا وسهلا بك استاذي، واهلا وسهلا بجمهورك وضيوفك الكرام اللي موجودين بالاستوديو وخلف الكواليس. طبعا استاذي، احنا المعلومات هذه ما جتنا يعني ما جتنا من خيال، او ما اليوم يعني احنا ما سوينا هذا الامر او حذرنا القوات الامنيه، و ونشوف كل رسائلي هي إبلاغ للقوات الأمنية وأخص بها المختصين بهذا الأمر. الأمر بدأ أنه بعد أنت اليوم من يشوف أن هم يعني الأحزاب السياسية بالأنبار، وخصوصا حزب تقدم اليوم اللي خسر مقعد في رئاسة البرلمان، ويعني اليوم أصبح الحلبوسي أمام جماهيره، هو مزور وهو حانث بالدستور، فاليوم يريد يعني يكون فيدفع جميع ما يملك حاليا انه هو يكون يرجع يكون الاول في خصوصا لو على قليل في محافظه الانبار. اما المعلومات اللي نملكها نعم حقيقيه، ونشرنا اسماء اللي شنو المعلومات اللي عندك؟ شنو المعلومات اللي عندك؟ هي المعلومات اليوم اللي عندي على بعض مكاتبهم اللي موجوده في محافظه الانبار، انهم قاعد يشترون بطاقات، وهذه البطاقات الناخبين يعني معروفه اليوم. ليش اليوم من اللي قاعد يشتريها استاذ اسعد؟ من اللي قاعد يشتري؟ جماعه الحلبوسي يشترون بطاقات من الناس، وحزب الانبار هويتنا وقمم تحالف قمم التابع الوزير الصناعة خالد البتال أحد أذرع الحلبوسي بالمحافظة. زين، ومحافظة الأنبار معروف. يعني ذولا كلهم يشترون بطاقات من الناس، ليش يشترون؟ نعم. بطاقة؟ يشترون بطاقة، بدأت شراء البطاقة من 75,000 واليوم وصلت إلى 150 دولار، اليوم البورصة ب 150 دولار. أوف. 150 دولار البطاقة يشترونها؟ اليوم نشرت حاليا
صوت في جروبات، احد الجروبات اللي كان يعني جروبات النساء، انه هي يعني توجه اللي تريد تشتري من عندهم انهم يجيبون البطاقات، وين يجيبون البطاقات؟ وهذه فضيحة يعني. زين، هذه البطاقات اليوم اذا انت اشتريتوهن وين راح يروحن؟ اذا ما كانت معدة صناديق للانتخابات واوراق للانتخابات، زين، واجهزة كاملة انه هي تدخل هذه المواضيع، تدخل هذه المواضيع. اليوم اتمنى من شوف الامن في الانبار يعتقدون ان الحلبوسي اليوم عنده ميليشيا كبيره بالانبار، وعنده بعض يعني بعض المكانات اللي يتحكم بها بعد بالانبار، او عنده مثلا في الحشد الشعبي عنده مجموعه ماتين باسم الحلبوسي. يقول لك اليوم احنا عندنا هذا فوج الحلبوسي، هو فوج الحشد الشعبي، لان حلبوسي لا مات لا ضحى لا قاتل لا يعني لا قتل ولا استشهد ولا ايش اسمه فوج الحلبوسي. شنو الداعي اليوم الحشد الشعبي يسموه باسم فوج الحلبوسي؟ شنو اللي سواه الحلبوسي على مود يعني عنده فوج خاص؟ عنده فوج خاص طبعا بالحشد الشعبي. زين، انا خليني اسمع وجهه نظر ثانيه من الاستاذ وائل. شكرا. حول هذا الموضوع، موضوع شراء البطاقات، استاذ وائل، هذا اللي بصراحة أنا يومياً أشوف هذا الرجل عند تعليقاته هواية أستاذ أزهر، مو تعليقات يعني بلاغات مستمرة يومياً عن وجود بطاقة. هسه هاي قضية البطاقات ممكن تباع هاي طريقة؟ يعني بداية مساء الخير عليك، حياكم على ضيوفك المحترمين وعلى جمهورك. هو حتى هذا الوضع يعني دائماً نسمع به في كل قبل انتخابات، نسمع أكو بيع بطايق بيع بطايق بيع بطايق، ولكن ما شفنا شيء حقيقي. يعني ما بس هسه انا ما اعرف شنو الوضع بالانبار، ولكن انا احكي لك في بغداد نسمع، وهذا الكلام قد يكون حقيقي وقد يكون بعيد جدا عن الواقع. زين، تعرف انت اكو ناس في كل انتخابات تريد تضرب هذه العمليه الديمقراطيه، فتجي تطلع اشاعات قبلها، تطلع انه احنا راح تتاجل، ما راح تصير، راح تلغي في كل انتخابات. وراها نبدي نسمع عن موضوع بيع البطايق. ناهيك عن انه هو هسه هذا الموضوع حتى اذا صار، ما اعتقد اكو فد فقره بالقانون تقدر تمنع مواطن انه يروح يبيع بطاقته الانتخابيه، وهو اساسا حتى اللي يريد يشتري. هاي شلون؟ اي هسه تروح على واحد تقول له تعال هاك هاي 200 الف تعال انتخبني. ايه شنو القانون؟ شنو يسوي لك؟ يعني مو رشوه؟ هاي رشوه على مود ناخب؟ ما هو اول تالي هو الناخب شابع رشاوي، يعني هي بس هذه رشاوي بس بس المال رشوه الطريقه هذه يعني كارثة. لا لا عفوا، ليش هي السله الغذائيه مو رشوه؟ ليش هو السبيس مو رشوه؟ تبليط مو رشوه؟ اي شيء يصير قبل الانتخابات هو رشوه فقط على الفلوس. يا هاي تتعلم الناخب انه تعال هاك. انا ما دا اعلم الناخب، عفوا، انا دا اقول انه هذه السلوكيات نسمع بيها وما نشوفها. زين، ولكن هي انا اسال هل يعني اكو قانون؟ ماكو قانون يمنع؟ ما اعرف، انا اسال، ما اقول لك ماكو قانون. ما يدخل في خانه الرشوه موضوع عزيزي. ما انت هسه مثلا المراقب الكيان، ايه شنو هي؟ هي عمليه شراء اصوات بطريقه قانونيه. لا هسه مراقب الكيان هي نفسها لا ما يشتغل ما يشتغل. ايه هو يجي المرشح يشتري يقدم على 1000 اسم مثلا 1500 2000 ويعطيهم بطايق، يعطيهم 50 150 100 حسب الاتفاق، وهو لا يروح ولا يجي هذا المراقب، بس مجرد يروح ينتخب ويصور ويرجع يدزه وخلص، هاي الفلوس صارت له. نفس العملية. أنا وياك نحتاج إلى ضابط كبير للسلوكيات الانتخابية. القانون الانتخابي أكو كثير من الأمور غايبة عنه، تمام، ولكن أرجع وأقول لك ماكو تشكيك بالانتخابات، بعدنا ما قلنا بسم الله، بعدنا ما صار الانتخاب، بعد ما صار يعني يعني قصدي هسه هذه ارجع واقول لك اسمع بيها ما اشوفها، ولكن انه الانتخابات مزوره، انه راح تتزور، انه راح ممكن عندي مداخله. تفضل. طبعا احيي استاذ وائل على هذا الموضوع، لكن اليوم بالانبار اذا كنت سابقا ما تسمعها، اليوم بالانبار تم اعتقال العديد من عندهم. شو وقت؟ اعتقال عديد من ذول اللي يشترون البطاقات، وذكرتهم بالاسماء ونزلت صور اللي في وقت اعتقالهم. اليوم اعتقلوهم؟
اليوم اعتقلوهم؟ البارحة كذلك. البارحة؟ اليوم جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على بعض المروجين، بس مو بالأنبار، لا في مناطق أبو غريب والتاجي. يعني اليوم اشتغل بهذا الموضوع خصوصا بالأنبار. وجود اليوم وجود الفريق الركن سعد العلاق في هذه المنطقة ورسالة بين أنه الانتخابات بها تزوير. سعد العزيز احنا في يقول لك الانتخابات أصلا بعدها ما صايرة. أزهر 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 عزيزي عفوا، أول شيء تحية لك، صديق ومحترم. أنا من دا أقول، أنا دا أقول ما أعرف شنو الوضع بالأنبار، يعني أنا قصدي إنه أنا مو أعرف، أنا رجال أعرف إيش دا يصير ببغداد باعتبارها مدينتي، ولكن بالأنبار ما أعرف إيش دا يصير. قضية إنه صار أكو بيع وشراء للأصوات، أولاً هي هذه أرجع وأقول لك هذه نسمع بيها ما نشوفها، وهذه إذا كانت هاي السلوكيات موجودة فهي عند كل الكتل السياسية. الحلبوسي ممكن يسويها، ووزير الشسمه همانه ممكن يسويها، وكتله عزم ممكن، قصدي كلها ممكن تتبع هذه السلوكيات طالما ماكو ضابط قانوني يمنع من عدها. وما شفنا فد رادع لمثل هذه السلوكيات. هذه السلوكيات متبعه من قبل كل رؤساء الكتل. تمام. يعني هسه اذا الرجل هنا وقريب من الكتل السياسيه وكان مرشح وطلع من الترشيح وما سامع بهن، استاذ أزهر انت مستوك؟ لا لا، من قبل الترشيح. من قبل الترشيح رجعنا على ستوكهولم. رجعت من قبل الترشيح استاذ محمد. انت باوسلو قاعد ودريت بين ذني كرين، ورجعنا ما يدري بين هنا الا يخبين. انا استاذ وائل، انا عزيز علي واحب، يعني عندي سابقا علاقه بي قبل لما كان في ساحات التظاهر، لما كان مع التشرين. كنا نتواصل في امور كثيره، وهو يعرفني، يعني حق المعرفه انه انا ما اجيب المعلومه، اجيبها من فراغ. موضوع اليوم، موضوع الانتخابات، تزوير الانتخابات كان يعني شاهد، وهذا الموضوع اللي اقول لك استاذ بعد بي، اذا انت ما شفت فانت ما تريد تشوف، مع احترامي لك، لان انت بالنسبه لك اليوم سياسي، واحنا نعرف السياسي لما يكون داخل المعترك السياسي يتغاضى في بعض الاحيان عن كثير من هذا الامور، وهذا اليوم اللي دفعنا انه احنا نناشد. هسه قال صديقي ليش بده يهاجمني؟ ما قال، قال ما هاجمك، قال لك انت ما تريد تشوف. عزيزي ليش ما اريد اشوف؟ هسه اي قال لك ما تريد تشوف. اكو هسه ما قال ليش ما اريد اشوف؟ انا لو اكو حاله سلبيه، لو اكو حاله سلبيه، لو اكو حاله، يعني انت تريدني انتقد حاله ما شايفها؟ يعني شلون؟ عم تردون نفلش العمليه السياسيه؟ يلا كلها تزوير، لا حد يروح باكر اخوان، الانتخابات مبيوعه هسه تمام راضين. مو منطقه استاذ العزيز، احنا اليوم من اشتغلنا وسوينا خليه، اليوم انت وغيرك لازم انت تدافع على هذا الموضوع، لازم تدافع على حق المواطن. اعرف شيء شايفه يا اخوي، والله العظيم جيب لي فد شيء، جيب لي فد شيء، يعني اكيد انا مع اجراءات الدوله، لكن انا ادافع على شيء ما شايفه شلون؟ هسه انت تقول لي ما تريد تشوف، يعني فاتح عيوني تشوف شيء يصير قدامها، تشوف ما تغلس على شيء وتلزم شيء. مو مثل قبل، اليوم انت سياسي، اليوم تحكي لما تكون في السياسه تحكي بالسياسه. شوف الحلبوسي، اعطيك فد مثال، الحلبوسي ما هاجم، شوف هسه قام كله يهاجم وطلع من طور الاخلاق السياسي. ليش؟ لان هو خرج خارج السياسه، وقمت تشوف الفاظه سوقيه مال شوارع، لان هو ما محسوب بعد على السياسه، هو خارج السياسه فيستخدم السياسه. انت اليوم جنابك داخل السياسه، انت اليوم انسحبت من كتله رحت مع كتله ثانيه، بس انت بعدك بالسياسه، وين رحت؟ تشتغل بالسياسه، وين رحت؟ وين رحت؟ وين رحت؟ اعتيادي راح، وين رحت؟ وين رحت؟ خصوصا انت في اليوم قاعد. لا لا بس عفوا وين رحت؟ وين رحت؟ وين رحت؟ انا انسحبت، وين رحت؟ ما ادري، انت اتمنى. لا شلون تقول انسحبت ورحت؟ ما رحت عزيز. زين انا رجال مرشح انتخابات، انسحبت من الانتخابات وقعدت ببيتي، لا رحت مع كتله ولا رحت مع اي جهه. بس بعد عندك حزب. تمام، هسه شنو المشكله اذا عنده حزب الرجل؟ يعني ما عندي حزب. هسه ما عندك او ما عندك، شنو المشكله؟ هذا مو حوارنا يعني استاذ أزهر، هذا مو حوارنا. عموما خلينا ننتقل استاذ وائل. استاذ وائل حبيبي، الرجل قاعد يحكي لك عن اشياء مو ما صايره بالعراق، صايره سامعين بي، وقاعد يتحدث امام وسائل الاعلام بانه اكو ناس تشتري بطاقات، ويذكر لك بالاسماء، يعني مو ضام راس الرجال ويقول له ويكتب بصفحه وهميه،
هذا رجل شخص قاعد تلعب وسائل الإعلام وقاعد يتحدث. شلون شنو القصة بالضبط؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك أستاذ محمد ولضيفيك العزيزين ومشاهديكم الكرام. هسه يتحدث عن منطقة يعني أنا شخصيا حقيقة أجهل ما يدور فيها، لكن هو بالنسبة له قد يعلم ولديه اتصالات ولديه معلومات ويتحدث، قد تكون هذه الأمور واقعية وقد تكون لا، لكن بالنتيجة النهائية هي ليست أمرا مستغربا، يعني ليست أمرا جديدا على واقعنا السياسي. في كل انتخابات يتهم أحدهما من الكتل السياسية للآخر بالمال السياسي وترويج هذه عملية موجودة. زين، أنا أتفق مع أستاذ حازم بنقطة واحدة فقط، أنه عملية إثبات هذه الحقائق التي يتحدث بها الكل، شوف عيوننا ما شايفينها يعني ما لازمينها، لكن نقرأ بالأخبار. يعني أنا اليوم قرأت لي خبر هسه ما أعرف مدى صحته في أحد الجروبات، يعني ما أقدر أجزم على رسميته أو لا، أنه تم إلقاء القبض على بعض الشخصية بعض المجاميع الشبابية التي تروج لكتلة سياسية معينة في منطقة أبو غريب أو التاجي. زين، يعني بالضبط ما قصدك كاسر الصمت الانتخابي، كاسر الصمت الانتخابي وده تروج تدفع فلوس الى بعض الاشخاص حول صح هذا الخبر ما له نعم. فهذا يؤكد انه هناك يعني عقوبات، يعني الظاهر انه تترتب على من يحاول ان ياخذ هذا المنحى. هذا امر مرفوض، لكن تقول لي انت دائما ما تكون لغه المشكك او لغه الموجه للاتهام الى كثير من القضايا هي لغة الطرف الخاسر الأضعف، الطرف الذي دائما لا يعتقد به. لذلك من يشكك اليوم ويعتمد على حقائق، على أمور حقيقية أو غير حقيقية، عليه أن يبرئ كل الأطراف الأخرى سابقا. إذا اتهم له سابقا في انتخابات سابقة طرف معين توجه إلى كذا ودفع فلوس واستغل ما عليه أن يبرئ. فلذلك تسمعني أنا رأيي هذا هو نفسه من أول انتخابات من 2005 وإلى الآن. ما أقدر أدافع عن جهة ولا أقدر أن أنزه جهة بأنها استخدمت المال ودافعت المال بالأنبار. يا سيدي العزيز يا أستاذ دكتور محمد، الوضع واضح للعيان، ما محتاج يعني حقيقة إلى 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 أن واحد يخفي. لا، وصلت الخلافات السياسية في ذروة بيها شيل من الشتائم، بيها كشف كثير من الأمور الخفية التي كانت تربط العلاقات ما بين الأخوة السياسيين. نتيجة هذا لخلاف شخصي، لخلاف تخادمي كانوا المصالح انتهت، خلاف سياسي أم من منطلقات وطنية حقيقية، هذه ما أدري، أنا ما أقدر أقول بيها. زين، لكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد أعتقد القضية يعني وصلت إلى مرحلة شبه كسر العظم ما بين الكتل السياسية المتقاسمة في الأنبار. زين، لذلك متوقع أمام من يصل إلى حالة بعيدة عن لجوءه إلى الحكمة وإلى التواصل، يعني بمعنى هذا شنو اللي شنو المتوقع؟ يعني من الممكن المتوقع كل شيء، من المتوقع أن يعمل على عرقلة إجراء انتخابات باجي، من الممكن أن يدفع فلوس ويأخذ الكذا. لكن موضوعة الفلوس شلون يثبتها المسؤول السياسي؟ قبل كان يدخل الناخب موبايله وياه ويصور نفسه بأنه صوتت لك، الآن المفوضية والداخلية تمنع دخول جهاز الموبايل مع الناخب. البارحة شفنا يعني الناس مصورين من داخل وأساسها يعني إذا دخل يعني بمعنى إذا دخل هذا الموبايل يعني بمعنى المركز الانتخابي هذا كله متواطئ. يعني متواطئ، يفترض أن يتخذ من قبل الجهات المسؤولية سواء مفوضية أو رئاسة وزراء أو داخلية يعني أحكام بحق هذا لأنه خالف التعليمات. فبالتالي أتصور أنه هذه الإجراءات القضية المتعلقة بموضوعة مادة أول مرة يعني إثباتها فد شيء صعب إلا مسكيت، وثانيا الخلافات السياسية واضحة الآن في الأنبار بهذا الشكل. تمام أستاذ أزهر، إذن إثبات هذا الموضوع يحتاج إلى إثباتات، يعني بقول الناس يقول لك عندي تعليق. نعم طبعاً فضل. أستاذ العزيز، اليوم إحنا من سوينا هذا الموضوع اليوم إحنا ما سويناه بلاش. زين، يعني إحنا ما اليوم من أحكي اليوم أنا مو مخبر سري أستاذ العزيز، ولا المجموعة اللي ويانا اليوم بالأنبار قاعد يعني تحدث بهذا الموضوع إنه هم مخبرين سريين، إحنا قاعد نحكي علني
فاليوم الطرف الثاني اليوم اللي قاعد ندعي عليه يقدر يرفع علينا دعاوي، من عدا دعاوي تشهير، من عدا دعاوي اخرى ثانيه. يعني احنا ما نخلي نفسنا بهذا الموقف اذا مو محصنين قانونيا. احنا اليوم ساعدنا القوات الامنيه وقاعد نساعد القوات الامنيه، انه هم يعني البارحه كان له دور كبير البارحه، ويشهدون باعلى من القيادات الامنيه بالمحافظه، انه احنا البارحه حددنا الناس اللي تعمل بهذا الموضوع، حددنا اللي يجبرون المنتسبين ان هم ينتخبون. فاليوم من اختفت البطاقات من في عد الكثير، فاليوم احنا ما عدنا الموضوع. بالنسبه لي مدير الامن الوطني بمحافظه الانبار انا متواصل وياه مباشره، واعلن على 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 قيامه بعدين بعمليات القاء القبض على الكثير ومتلبسين، وجبنا له اصوات وجبنا رسائل تليفونات، وقاعد نعلن عليها ان فلان وفلان سوى هذا الموضوع اليوم. احنا زين شنو اللي قاعد يصير بالضبط؟ بس هذا هسه احنا شراء الاصوات بس. ممكن بس عندي تعقيب ثاني. شوف الاستاذ العزيز تكلم بصوره قانونيه جيده، وهو ما متخيل انه الوضع في الانبار شلون كان. وان شاء الله يعني احنا اليوم بالنسبه لهاي الانتخابات نقول احنا حدينا من موضوع التزوير، اقول لك 70%. وشلون راح تقول لي شلون؟ اول شغله سويناها شكو شخص ميت، اسمع لي استاذي العزيز، شكو شخص ميت محافظه الانبار كان ينتخب، ووقفناه من خلال المفوضيه. ليش اكو ناس كانوا ميتين ينتخبون بالانبار؟ 30,000 شخص ميت كانوا ينتخب بالانبار، وفي الموصل 20,000 شخص، وكلهم صالح الحلبوسي. ميتين ينتخبون الحلبوسي؟ ميتين، وبعد مو ميتين من هسه. عندنا مستندات وعندنا ادله، ناس ميتين ب 1898 1898 عفوا ميلاده 1878 ميلاده. وشو سوى له بطاقه بايومتريه؟ يعني 165 سنه و50 سنة. وعدنا أطفال بعد ميتين من عدهم، ضمن واحد من الأطفال ابن أمير ردلين اللي قام عنده بطاقة ناخب بالمفوضية، وهو من 2000 هو عمر 10 سنوات. أيوة من ميت، يعني صار من ميت صار له 20 سنة. هاش قد إيش قد عدد هندن البطاقات؟ بطاقة ناخب، بطاقة. لا إيش قد إيش قد عددهم ذول الأموات؟ إيش قد عددهم؟ اللي كانوا ينتخبون بالانبار 30,000 شخص. 30,000 شخص هم ميتين اساسا وينتخبون. 30,000 شخص استاذ عزيز، 30,000 شخص بانتخابات شاركوا، والانتخابات السابقه كانوا ينتخبون. احنا اليوم حدينا من هذا الموضوع. لا استاذ ازهر، بالانتخابات السابقه كانوا ينتخبون لحد هاي الانتخابات السابقه؟ نعم، قبل هذه الانتخابات السابقه كانوا انا مسؤول على كلامي، وعندي ادله بهذا الموضوع، وعندي بطاقات الناخبين ميتين، أطفال وصارهم شباب وهم ميتين، من صار 20 سنة ميتين، وهم انتخبوا من 3 انتخابات سابقة. يعني هو مات طفل بعدين بقى، يعني طلعوا له على أساس إنه هو شاب وراح ينتخب، هيك قصدك؟ نعم، يطلعوا له بطاقة ناخب وكامل وأنت موجودة بالمفوضية. وذول الميتين ينتخبون بس الحلبوسي؟ أي هذا المشكلة؟ بس الحلبوسي. بس الحلبوسي، بس حزب الحلبوسي ينتخبوا. زين مو هذا الموضوع، هاي ليش ما فضحوا المفوضيه؟ يعني شعبيه الحلبوسي عند الاموات والاحياء؟ ليش ما فضحوه؟ شعبيه الحلبوسي عند الاموات والاحياء يعني؟ احنا استاذ ما ايش نقول والله انا، اذا هاي معلومتك انت متاكد من عندها هاي كارثه. للساده اللي وياك وللمشاهدين، احنا ما جبنا الموضوع في بلاش، واحنا ما تبلينا على الحلبوسي او جماعه الحلبوسي. احنا اليوم صرنا مخبرين علنيين، اليوم نخبر الامن. ولهذا ليش اقول لك اليوم يعني ارسال سعد العلاق الفريق الركن الى هذا المكان يكون مشرف امني على الانتخابات، الها منحه كبيره. زين تمام زين، هذا هاي قصه واضح يعني اكو كان شيء كبير يصير بالانبار ونحد من عنده. واضح زين، هاي القضيه الناخبين الاموات. نعم. قدمتوها للمفوضيه، كانوا يعرفون. زين هو يشترط انه يكون عنده بصمه وعنده تفاصيل اخرى، شلون كانت تتعالج؟ صوره بالجهاز؟ هذه صوره ايضا يسال عليها مجلس المفوضيه، مو انا اسال عليها. زين انتم هاي القضيه موجوده وبيها شكاوي عند المفوضيه بالانبار وعند المجلس المفوضيه اللي
اللي بالعام، ليش ما اعلنوا عليها ما اعرف. يعني لو مبشرين المواطنين بالانبار قال لهم الاموات احنا صار ما اموات كان ارتاحينا يعني هماتين رحم الله على والديهم، بس الموضوع هذا سكت عليه وما طلع للاعلام. طلعت على بعض القنوات وشوفت الادله وحكيت على بعض الادله، لكن المصالح السياسيه اليوم مثل ما اقول اليوم استاذ وائل ما يقدر يحكي، مع احترامي له واحترامي للاخرين، لان هو سياسي فعنده مصالح سياسيه اخرى مع السياسيين البقيه، وما عنده تخاصم هو يعني بهذا الاطار، فما يقدر يحكي بهذا الموضوع او غيره. فاليوم احنا حكينا بهذا الموضوع احنا كمراقبين لهذا الامر ومخبرين علنيين امام الجميع، احنا اليوم مو خايفين من شيء، واللي عنده شيء يريد يشتكي عليه احنا عندنا. زين هاي قصه الاموات بعدها مستمره لو راحت انتهت؟ لا وقفت. زين غير قصه هاي الاموات الميتين كانوا يستلمون رواتب من مؤسسة الشهداء، هسه الميتين يستلمون، هسه الميتين ينتخبون. ما تقول شنو علاقة الجماعة بالميتين؟ ما أدري شنو علاقة. كلش قوي الضرب. عندنا استاذ عندنا مصابين 90% ويسوق سيارة 2023 بالأنبار. زين منو اللي زور هذا الموضوع؟ من اللي اشتغله؟ هذا الموضوع يعني اليوم احنا راح اقول لك اظل اقول لك يعني الحلبوسي هو اشتغل الموضوع، الحلبوسي اشتغل ما، فخاف البعض يتهمنا انه احنا قاعد نوجه هذا الموضوع. احنا عندنا ادله وقدمناها. عندكم ادله بانه الحلبوسي هو اللي زور هاي قصه الاموات وخلاهم ينتخبون؟ طبعا شلون ليش ينتخبون بس الا بس الاموات؟ منو اللي وجه بهذا الموضوع؟ يعني الحلبوسي هو اول استاذ العزيز. استاذ العزيز ليش الحلبوسي ما يسويها؟ اليوم الحلبوسي زور كتاب ودزل للمحكمه الاتحاديه مال نائب عدل. ليش ما يسويها؟ بس هذا مال نائب عدل. نعم شلون هذا مال نائب عدل؟ ما يخالف استاذ، يعني دا اقول لك ليش ما يسويها، يعني ليش ما يزورها، يعني ليه؟ يعني هي سهله، هو اللي يزور شيء ضد القضاء زين، يعني مو سهل يعني انه هو يزور ميتين. انا ارسل لك، انا اتكلم لك وحق الرد مكفول، انا راح ارسل لك الادله حتى اذا يقول لك بقناتك انه طلعت فلان وقال هذا الكلام، وين الادله؟ راح ارسل لك الادله واعرضها امام الجميع اذا جنابك. تمام. وانا هم اضيف لكلامك انه حق الرد مكفول لاي شخص يعترض على هذا الكلام، وممكن ارد عليك في اي لحظه وفي حال وجودك او عدم وجودك، لانه بصراحه هواي من عندهم ما يريد يطلعون وياك. ايه ويتهمونك. ليش؟ ويتهمونك. ليش؟ خليني اقول لك هم ايش يتهمونك، حتى حما اكون منصف يعني، خليني اقول لك ايش يتهمونك. يتهمونك بانه انت كنت من جماعه ساحات الاعتصام، وانت كنت شايل سلاح وما ادري ايش تسوي، وانت ايضا اخذت رواتب. يعني راح انقل لك الاتهام، مو انا اللي اتهمك به، انه انت سرقت رواتب جماعتك بالشرطه ورحت ما اعرف وين، فهم لك حق الرد اذا ترد عليهم. ليش انا شرطي؟ استاذ العزيز؟ انا ما اعرف هذا اتهامات وردتني باتجاهك، لانه ردنا ضيف يطلع ويا حضرتك كلهم قالوا هذا الشيء. لا مو ليش هم الضيف من الطرف الاخر، لان يعرفني افضح. انا بالنسبه لي انا حدي استاذ، انا ما اعرف اجامل في 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 هذا الموضوع، وخرجت من العراق لان انا ما اريد اجامل. اليوم ما اريد، اليوم انا من جيت اللي هم يتهموني يقولوا لي انه انت ارهابي. انا يعني اكو قيادات امنيه بالعراق تشهد لي، مو انا اللي انا اتهم بهذا الموضوع. انا اول اعلامي صعدت ويا القوات الامنيه في مدينه الرمادي 2014، وكانت قناتهم قناه حارث الضاري اليوم، وصديقي يصيحوني يطلعوني بالتلفزيون يقولون هذا من حلف الغادرين. اليوم كان التويتر كله يعج انه انا لي فخر، لي الفخر انه كانت صورتي عند تنظيم القاعده، عفوا عند داعش في السيطرات، مكتوب صحفي محارب للدوله الاسلاميه. نعم انا محارب للدوله الاسلاميه وتنظيم القاعده والاسلام الراديكالي اول ما صار بالعراق.
احنا اليوم احنا ما نخاف من مجموعه ومن من 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 ناس اخدم الجماعات المسلحه، حتى في محافظه الانبار حكينا على المجموعات المسلحه اللي كانت تدعي انه هي تقاتل. تمام استاذ أزهر، انا انطيتك المجال حتى ترد، وبالمناسبه يعني حتى ترد على هذه الاتهامات اللي يتحدثون عنها، وايضا بالمقابل حق الرد مكفول لاي شخص ممكن يعترض، اي شخص ورد اسمه خلال هذا الموضوع سواء من حزب السيد الحلبوسي او غيره من الاخرين، اخوي اقول لك حتى لما طلعوا لهم بطاقات شكوا بعد، يقول لك ترى جاء عندك مصلحه ما تريد تسولف هذا الموضوع علني قدامك هو قال سوى أزهر كيف خبها صار كارثه هاي يعني اذا هيك بهالحد. لا هسه هو يعني على كلامه هو اتهم الحلبوسي وقال ثلاث انتخابات ينتخبون بهن ذني الميتين، زين يعني معناته 21 وال 18 وال 14 14 شنو كان الحلبوسي؟ كان مجرد مرشح مجرد مرشح زين، مو هو صعد بانتخابات 2014 تمام. فاذا هذا الكلام اذا هذا الكلام ها نعم هو صعد بال 2014 من خلال الميتين هو اصلا ساعد بالميتين يقول لك شلون، ما هي ما كانت بيده ما كان بيده كل شيء، يعني هو كان الحزب الاسلامي مسيطر على المحافظه عزيز. وكان الحزب الاسلامي مسيطر على المفوضيه بالمحافظه وكلها كانت بيد الحزب الاسلامي، شلون صعد باصوات الميتين بال 2014؟ لا جمال كربولي كان موجود اي جمال والحزب الاسلامي اي جمال والحزب الاسلامي زين تمام. قصدي هو ويا من دخل استاذ عزيز، هو ويا من دخل بال 2014 ويا من دخل حلبوسي طبعا والله ما اعرف ويا من تمام خلي كمل من ويا متحدون لا خلي بس ابين هذا الموضوع ويا متحدون. متحدون يعني اسامه النجيف ويا النجيف احلم صح صحيح ايه. يعني ويا اسامه النجيف قصدي انه ويا اسامه صح لو مو صحيح ايه. ليش اليوم صار الحزب الاسلامي اللي هم يدعون انه هو يشير لهم، هو كان جزء من عندهم جزء من تحالفهم واضح هسه هذا الموقف السياسي احنا عندنا موقف بحث خلينا نتمسك فيها بعدين اسامه مو حزب اسلامي خل رجال يقول لك هو اساسا حتى تبريرك ما راح ينفع بهذا الموضوع، لان يقول لك اساسا هو صعد بال 2014 باصوات الميتين ايش اوكي منو كان يدير الموضوع؟ هو غير هو اللي يدير الموضوع بعدين قال لك هو عزيزي هو بانتخابات 2014 مرشح لا نائب ولا سلطة ولا شيء زين مرشح في كتلة بس أنا ما أريد أبعد التهمة عن أحد وأدافع عن أحد لكن المنطق يقول هو مرشح في 2014 ما كان يملك لا سلطة ولا داخل البرلمان ولا حتى عضو برلمان زين هذا الكلام إذا كان موجود في 2014 من اللي كان مسؤول على ملف المفوضية؟ طبعا هذا الحكي مو بس مفوضيه لان احنا تدري طبعا البطاقه السابقه مشتركه بها المفوضيه وزاره التجاره والجنسيه بالضبط بالضبط اي فهذه المجموعه اللي كانت تصدر البطاقات ومسؤوله عن صحه معلوماتها معقوله كان هو مسيطر عليها من قبل ما يصير نائب؟ نعم استاذ محمد مع مجموعته اللي كانت تدير هذا الموضوع داخل هذا الموضوع وهو ذكرها قال في على قناة العهد على 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 مدير عفوا على رئيس قناة الشرقية سعد البزاز وقال احنا قعدنا وياه إيه هاي ورا ما فاز قال قعدنا احنا وياه ورا ما فاز مجموعته منو تقصد الكرابلة هو كان نازل وياه أسامة النجيفي ورا ما فاز منو كان نازل وياه أسامة عمر خلي كمل انت مو قلت كان نازل وياه متحدون لا كانوا ويا متحدون عزيزي كانوا ويا متحدون متحدون اسامه النجيفي هو كان راح اقول لك هو مرشح منو كان هو ايه؟ مرشح كان لاحمد ابو ريشه انا حتى ابين لك يعني المنقول. مرشح هو كان يعني انت تقصد استاذ اسامه ان تقصد هو مرشح وقدر يزور يعني بطاقات لناس ميتين وصعد بها هذا قصدك؟ نعم طبعا. وانا هسه انا انا عندي دليل بهذا الموضوع ايه اكو اليوم مدير راح اذكر بالاسماء ومثل ما قلت حق الرد مقفول ايه اي واحد يبحث عن طريق الجوجل
يبحث على شخص اعتقلوه في بال 2014 في منطقة هيت وعنده 2500 بطاقة. زين، وهو وراح اذكر اسمه، هو عادل فرج الحلبوسي اللي هو مدير اعلامه الحالي، وهذا موجود في مواقع الانترنت، في موقع السومرية ومواقع اخبارية ثانية. كان معتقل وهسه مدير الاعلام مالته، الاستخبارات العسكرية لقفهم عنده في منطقة هيت عنده 2500 بطاقة. وذن البطاقة مال ميتين لو مال عدلين؟ نعم، ذن البطاقات مال الناس ميتين ايضا. نعم نعم، وبال 2014 وتم القبض عليه عن طريق الامن الوطني. وحاليا وين يشتغل هذا الشخص؟ هذا مدير الاعلام مالته. هسه رجع لا تفضل عندك شيء تقوله؟ يعني واحد معتقلي الامن الوطني وطلع، شنو المشكله؟ معناته ما عنده مشكله. اعتقلوه هي البطاقات استاذ العزيز. ليش طلع؟ اليوم انت ردت الدليل انه هو بال 2014. لا لا عفوا، اعطيه الدليل وابحث. لا لا عفوا عفوا، لما أزر يخلص أزر أزر البرنامج أزر خلعتي وابحث عن شخص. ما خالف خلعتي، وانا ارسل لك اياه. اساني والله ما اعرف الرجل. زين، والله العظيم ما اعرفه، ما اعرف الرجل، ما اعرفه. لكن بالمنطق واحد انسجن ورا فتره طلع، شنو يعني؟ يعني رفعت عنه التهمه، ما عنده مثلا يعني هذا يعني قصدي لو اكو فد دليل، اكو فد اثبات، اكو فد مستمسك او مسكيات عقوبته مثلا. لا لا ما طول مثلاً، لا ما زين طول. تمام زين، هذه نقطه. واحنا راح نظل ندافع. تستبعد حلبوسي وما حلبوسي؟ لا لا مو استبعد، مو استبعد استاذ محمد. اكو قضيه لازم نفهمها. احنا في مجال تنافس انتخابي، تمام، واكو شخص اسمه محمد الحلبوسي واكو اعداء محمد الحلبوسي. ممتاز، هذول بيناتهم معركه. انشغل العراق كله بها. طبعا، وهذا مو صحيح. هذه المعركة ده تضر بيمن؟ ده تضر بسمعة آخر خط باقينا من التغيير ب 2003 اللي هو الانتخابات. اللي هو الانتخابات. شنو اللي بقالنا؟ كل شيء ما بقالنا، يعني بقالنا بس الانتخابات. يعني ممكن أعداء الحلبوسي قاعد يلفقوا عليها الأشياء. لا لا، هسا هسا هو كل أطراف واحد يلفق على الثاني. زين، يعني هسا احنا هم اكو من الاطار يحجون على الصدرين، والصدرين يحجون على الاطارين، وناس تضرب الناس بالنتيجه. انا اقول هذا كله ما لازم نحكي به اذا ما يصير اكو فد مستمسك. بس اذا الرجل يقول لك هاي جرائم، يعني جرائم واصله الى مرحله مو عاديه، شنو واحد يجيب ميتين يسوي لهم بطاقات ويصعد بيهم نائب، وانه بيصعد يصير رئيس برلمان، وانه برئيس كتله، وانه بكذا، ويصير له اسم، وانه باخر شيء يطلع بالتزوير. يعني هي اهم القصه، بدايتها تزوير اذا على كلام استاذ ازهر، ونهايتها تزوير. انا مو قاضي، انا مو قاضي، انا اعلامي فقط، انقل وجهات نظر مختلفه لا اكثر ولا اقل. إيه لا لا، مو 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 اسم اسم ارجع واقول لك هسه هذه الانتخابات وذيك الانتخابات اللي راحت اللي كان بيها نسبه التصويت خارج البايومتري نسبه يعني بسيطه. زين، شلون صار لهم بطاقه بايومتري وهم متوفين؟ ما ادري. ما اعرف شنو، ما ادري. انت مو رحت ايش دراني يعني. انت اخي مو انت انت رحت سويت بطاقه بايومتري؟ انا انا ما اعرف هاي التفاصيل. لا لا هسه يعني هاي لازم نسال عليها المفوضيه هسه. اوكي، لا انت رحت سويت بطاقتك؟ انت انت ليش تسالني انا يا اخي؟ تجي اسال وائل. اي سويت؟ سويت. ايه مو قاعد قدام الجهاز وبصمت. هذا ما يلغي وجود حالات تزوير، يعني يعني اني وجنابك واي مواطن اخر عراقي تزوير بشنو؟ لكي يحصل على اي شيء. مو احنا عندنا اكو القضايا مثلا مؤسسه الشهداء ذكرت كثير لا من الامور التي فيها هذه ما حد يقدر يقول ادخال اسماء بهذا، فمن من يعني يصار عليه الشك بهذه النقطه، اذا من الممكن ان اتوقع في جانب اخر بموضوع الاموال. بعيدا عن الشخوص، انا اقول انت هسه اذا تحكي على هويه احوال مزوره ما حد يقدر يقول لك لا، ممكن هويه احوال مزوره، لكن تجي تقول لي بطاقه وطنيه مزوره مستحيله. اكو بصمه، اكو صوره، اكو اكو كثير من كثير من احد الشخصيات عنده بطاقتي. راح ارجع لك استاذ اشرف، راح ارجع لك. يعني وحده حقيقيه ووحده بطاقه وطنيه. اي بطاقه، هاي مصيبه الحكومه. اي ليش دا اقول لك؟ اذا يعني بمعنى هناك مجاميع، هاي مصيبه الحكومه، الحكومه اللي لازم تسيطر على كل شيء بالعراق. استاذ ازهر انا ما قاعد اسمعك، استاذ ازهر انا ما قاعد اسمعك بوضوح. السجن اليوم موجودين بالسجن، تعرف الاف الاسماء، الاف الاسماء يا استاذ العزيز في محافظة الأنبار، سوالهم هويات وسوالهم كتب من لجان الطبية
وكتب من الاستخبارات وكتب من الأمن وكتب من الإجرام حتى شنو؟ وكتب من القضاء زين؟ حتى شنو؟ سوالهم هويات هم ما 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 ماكو أسماء هويات مال شنو هويات؟ سوالهم ماستر كارد اسمعني أسماء وهمية ما موجودة على وجه الأرض زين مو وجه العراق على وجه الأرض قندهار مو أنبار واستلموا قندهار هاي عمي وين دور الحكومة أنتم؟ اللي جت لجنة مكافحة الفساد وهذه الحكومة الجديدة يلا كشفت هذا الأمر وقالت نسبة الهدر موجود شقد وأنا أحكي لك لا دول حولوهم إلى متقاعدين شنو؟ نحن متقاعدين سووهم شهداء ما لهم أسماء مو عايشين على الأرض يعني مثلا تعرف أستاذ المستندات اللي لقوها مثلا 500 شخص نفس الصورة 500 شخص مسوي له نفس الصورة وهذه كانت كل شهر يسووها آلاف بالآلاف 40,000 مدري 50,000 مزور عندنا بالأنبار أكو أسماء وهمية مو الأسماء اللي موجودة أسماء وهمية ما لها هذا الحكي اللي تحكيه أنت مو يعني مو عادي كل اللجان التحقيقية هذا الحكي اللي تحكيه أنت كارثي نعم هذا الحكي اللي تحكيه كارثي يعني هذا حتى يعني مو أنا أقوله مؤسسة الشهداء ومديرية التقاعد والمسجونين اللي موجودين هسه حاليا عد لجنة مكافحة الفساد هم اللي يعترفون بهذا الموضوع زين سادة سر راح أرجع لك مرة ثانية بس هاي المداخل هذا الحكي اللي قاعد تفضل به هذا الرجال شنو ما حد يسمعه يفترض أن يكون يعني معلومات ما أدري يعني حقيقة يعني يفترض أن تكون هذه المعلومات إذا أستاذ أزهر مواطن عادي ويمتلك هكذا معلومات يفترض أجهزة الدولة استخبارات يعني تمتلك هذه المعلومات وأكثر من خلال يعني عملها وامتلاكها إلى أجهزة استخبارات ما بيها طمطم لي وطمطم لك هالشيء هنا 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 ندخل في هذا يعني في التفسير إذا أريد نحلل نقول إذا فعلا الدولة عندها علم بهذا الأمر اللي قاعد يجري هسه إحنا كمواطنين نسمع مثل أستاذ زهير ينقل أو أزهر عفوا أو نسمع من خلال الواتساب وشبكات التواصل أكو هيج عمل أكو هيج قضايا بيها فساد وأكو قضايا بيها وبيها وبيها يعني أكو قضايا بيها تحويل أراضي أيضا هم أكو حتى نصل إلى منطقة الموصل سندات أرض سند باسمك تجي تتحول أنت تلقى وراء 40 سنة مو مالتك يعني مال أبوك باسمه أرض سندات موجوده تروح للسند ما تلقى الفايل ما موجود موجوده هذه في 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 طابو الموصل وفي طابو محافظات اخرى اذا القضيه عندما تصل الى هذا الامر يعني بانه هناك انفلات في جزئيه معينه في من الارض العراقيه في محافظات عراقيه دور الحكومه وين يعني هل معقول التخاذل يعني هذا يعني هذا يصور لك يعني هذا الكلام يصور لك الانبار بانه هي خارج نطاق التغطيه مال الدوله والعالم هسه مو بس الدوله فلذلك انا اعتقد اذا اريد اصدق بكلامه اعتمد على الواقع اللي واصل الى درجه الاقتتال ما بين الاطراف هذا الاقتتال مو بس عندهم صار مو هذا لا لا هذا صار بالبصره وصار ببغداد وصار هذا مو لهاي استاذ وائل استاذ وائل للامانه مو بهذا الحجم مو لهاس مو بهذا الحجم يعني هو الاطراف هو ترى طرف وطرف يعني قصدي انه لا سجالة سياسيه ناس لا, 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 لا وصلوا الى مرحله خطره ولا كذا احنا هسه عندنا اربع اطراف لا الحلبوسي عنده مشكله ويا طرفين مثلا السياده وعزل ولا الباقين الاعداء الحلبوسي عندهم مشكله ويا السياده وعزل فقصدي هي المشكله فقط محصوره بين محمد الحلبوسي وبين بالاطار سدوال بالاطار السياسي حسن. بالاطار السياسي كل اللي قاعد يصير ما بيه مشكله لا هو بس احنا مشكلتنا هسه بالمصايب اللي قاعد يحكيها لا هو انا بحكي لك على المصايب هذه موجودة مو ما موجودة يعني هاي موجودة ما نسمعها موجودة لكن أنا إذا موجودة وين مثل ما يقول أدلة عندي إذا عندك دليل يفترض أن تسلم للحكومة والدولة هي أجهزة قادرة على يرحم والدك يا دولة يعني إذا ما عندك إذا الرجال ما أدري وين ما أدري بها الدولة وعنده أدلة والحكومة ما تدري ما أدري عندهم أدلة كلهم الجديدة أنا حتى بس حتى أكون منصف هذا الأمر كله صار في فترة استلام الكاظمي سلم السنة إقطاعية خاصة للحلبوسي سلم هذا الموضوع إقطاعية خاصة للحلبوسي ولا شوف تشاهد
كل التزوير اللي صار، كل تحويل الاراضي الاستاذ زين استاذ ازهر ايش عجب ما كنت تحكي بيه بزمن الكاظمي هذا في فتره الكاظمي. يعني ذكر شغله، انا عندي وثيقه قدمتها وهي تحويل احنا نقول قصر صدام بالرمادي، المجمع الحكومي اللي هو بيت الرئيس السابق اللي كان يقول صدام حسين، فماخذ فتره يعني ماخذ مكان في مدينه الرمادي كبير جدا كبير على نهر الفرات. انت تعرف تحول العشر اشخاص كلهم من تقدم، تحول رسميا بالطابو يعني طابو، جبت لك مستند طابو اصلي جبت لي اياه. واحد من الاشخاص اسمه احمد ريكان حديد علي الحلبوسي. يعني استولوا على الاراضي واستولوا على شيء كبير في محافظه الانبار. اليوم عندنا مشكله ناصر الغنام، اليوم لما كان قائد عمليات لين كشف في بعض شكل رئيس الوزراء لجنه بعد شكاوى المواطنين و و و احنا اليوم احنا ما نريد موضوع سياسي. ساده سهر احنا بس فهمني لا بس فهمني يعني انت هسه انا بس شفتك شفت بس اسمح لي بس اسمح لي ساده سهر احنا ما نريد عفوا استاذ بس ثانيه واحده احنا ما نريد الموضوع اليوم استاذ وائل يقول فلان متفق مع فلان متفق مع فلان، لا نريد نخلص من هاي الاتفاقات. لا بس اسمح لي هسه هذا صراع سياسي هذا كلش عادي باي دوله، بس انا مو هذا الموضوع. نريد حق المواطن احنا. لا بس اذا تسمح لي بس اذا تسمح لي ارجوك شوف يعني انا اتحدث عن اشياء انت قاعد ترسمها. العراقي هو المتضرر الوحيد. انت قاعد ترسم صوره يعني قاعد احكي لك على الانبار. بس اسمعني يعني تسمعني لو لا الانبار انه هو يكون المتضرر الوحيد. انت تسمعني لو لا بالسياسه احنا ما قاعد اتكلم لك انا سياسي وقاعد اتكلم لك على جهه معينه ادعمها او تدعمني. انت قاعد تسمعني الان مو حتى استغل الوقت حتى استغل الوقت انت قاعد تتحدث عن مكان افتراضي بالعالم اصلا ما موجود. ليش؟ لان هسه في اي دوله بالعالم حتى اللي يزور خو ما يجيب له 500 جنسيه ويحط بين 500 صوره نفسهن. خو مو يروح مثلا ياخذ هسه بالمراكز الانتخابيه انت تقول والله اجوا الجماعه وجابوا سياراتهم وحضروا صناديقهم وراي يحطون الاصوات من هسه. هذا انت قاعد تصور لنا بانه هاي جزيره اسمها الانبار خارج حدود العالم تماما. اقطاعيه استاذ العزيز اقطاعيه. الانبار صارت اقطاعيه في فتره الكاظمي صارت اقطاعيه، ولما توجهت الحكومه الجديده على فكفكه هاي الاقطاعيه صارت تتهم الحكومه انه هي طائفيه ووجه الاعلام. ومع الاسف الحلبوسي اشترى بعض الاعلاميين يوجهون في قنوات فضائيه معينه انهم يوجهون هذا الموضوع. اليوم احنا يعني احنا اليوم صرنا اقطاعيه معزوله عن العراق، معزوله عن القانون، القانون يدار بكيفه، الشرطه يدار بكيفه، الامن. اليوم على تعليق كان شخص تعليق واحد والله العظيم على تعليق واحد من قرايبنا انحكم 20 سنه والله العظيم تعليق بالفيسبوك لان حكي على الحلبوسي. فاليوم احنا ليش اقول لك اليوم في فتره معينه الحلبوسي سيطر على هذا الموضوع، لان السيد الكاظم اقطاعيه انه انت تتحكم بالسنه. تمام. انت جلاد السنه. زين تمام ما عندي وقت هواي بس هذا شنو انت فهمني تقدم وضد تقدم والعزم ضد العزم. ترى انا تاهت علي تدري ليش؟ لان انا يوميا هذا المطافر يومي ضيفي اليوم بتقدم ثاني يوم القاه مدري وين الثالث القاب بالعزم وهاي دخت والله استاذ محمد. ايه هسه انا باختصار ارجوك باختصار. ايه ولو شنو باختصار خلي احكي دقيقه. ايه ما حكيت راح اخلص البرنامج وانت تطلع. انا لا اخفي ايه؟ لا اخفي اعجابي ايه؟ بثبات اعضاء حزب تقدم امام الهزه اللي صارت له. زين وابدي كامل احترامي ايه؟ لمحمد الحلبوسي بطريقة إدارة للملف اللي صار عليه قانونيا. زين ولكن أنا في بغداد أه. لا أبحث عن جهة سياسية بل أرى في هذه المماحكات السياسية ضياع لنا. أنا عندي مشروع في بغداد هو إيجاد الهوية البغدادية إعادة إحياء تراث بغداد. عندي مشكلة عندي هويتي البغدادية أنا مارسوا عليها 20 سنة حملة تجهيل ممنهجة. أنا اليوم كبغدادي أريد أرجع الهوية البغدادية. لذلك
شوف لك مقبره لذلك انا ادعم مجموعه لا بس انا انا ادعم شو خل 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 هيك خل انا اكفك هاي المقبره مال الكرخيه بيش قد مدفونين 5000 دروح روح طلع الاسماء مالتهم وحطهم بقائمه ورشح شيني يا عمي هاي ساره مهزله لا لا احنا عندنا مشروع ماضين به ولذلك تجدني ادعم فاروق الصالحي وادعم سيف المعاضيدي وادعم مها العبيدي وادعم غيث الكربولي وكل واحد بهم في كتله في كتلة معينة زين ولكن ذول شنو مرشحين؟ مرشحين اليوم صبت انتخاب وأدعم ما قلت لا رقم ولا تسلسل عبالي وأدعم وأدعم أدعم كل شخصية حريصة على الهوية البغدادية زين أنا راح أكون وياها بدون طبعا. أي حزب والحلبوسي الدعمة أنا سألتك عنه وصلت مدري هو فلان المعاضيدي وفلان مدري هو شنو بس ما تقول لي أقول لك أنا يا عزيز أنت تدعم الحلبوسي تدافع عنه أنا عندي مشروع إيه؟ مشروعي هذا اللي يوقف وياه يبيه اهلا وسهلا يعني ما. واقف ياكل حلبوسي بهذا لا اصل الرجل شو العلاقه ببغداد ادري وانا سالتك عن الموضوع قلت لك هذا الرجال قاعد صار له ساعه شقق جماعه الحلبوسي شقق وانت قاعد هنا ما تدافع عنهم لو تدافع عنهم لو تقول ما له علاقه ما ادافع انا صديق انا ما منخرط بمشروع تمام شكرا استاذ وائل انا دافع عن المنطق شكرا استاذ وائل شكرا استاذ وائل الركابي شكرا استاذ ازهر الجبيلي في حال انه استاذ ازهر بس يعني حتى على الهواء في حال انه طلب احد الـ يعني مختلفين معك على الاقل الرد على هذه التهم فاني موجود وان شاء الله حضرتك ايضا موجود صحيح موجود وبالادله انا استاذ اتكلم ان شاء الله بالادله واي شخص تقول لي عليه وراح ابعث لك جزء من الادله خافي يعني اي قضيه تكون انا المسؤول على كلامي وانا اللي وجهت وحق الرد مكفول له شكرا ايضا الكلام ايضا موجه لل السياسيين في تقدم لان ذكروا هواي في هذا في هذه الحلقه وايضا اللي الحزب اللي خاص بوزير الدفاع ايضا ذكروا في هذه الحلقه محافظ الانبار ذكر في هذه الحلقه اذا تريدون وعندكم اي توضيح ممكن تشرفوني بالبرنامج واهلا وسهلا بكم واذا يعني يمنعكم مانع من ان تشرفوني بالبرنامج ممكن تبعثوا رساله واقراها بالتفاصيل اللي تريدوها في امان الله.